في هذه الرمال الذهبية يوجد نوع من الزواحف تطلق عليها الشرشمان أو السقنقور أو سمك الرمال. ينتمي إلى مجموعة الزواحف رغم امتلاكها 4 قوائم. تختبئ في الرمال عن طريق الغطس، شأنها شأن السمكة في البحر، ولذلك سميت سمكة الرمال. يعتبر الصيد هواية الكثيرين، أن يخرج هؤلاء إلى الصحراء في رحلة شاقة لاصطياد سمك من نوع خاص يسبح في الرمال دون غيرها. يتغذى سمك شرشمان على الحشرات فقط، وفيه قيمة غذائية وطيبة كبيرة، ومن بين فوائده ربما لا يعلم البعض أن سمك شرشمان في الجزائر هو الوحيد الذي يسمح لك بالتقاط صور مع قطعة نقدية من فئة 200 دينار. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.